من واشنطن ينضم إلينا السيد أمير نبيل الكاتب والباحث السياسي. أهلا بك سيد نبيل على شاشة الغد. بداية، هل هناك مبالغة في هذه التقديرات الأمريكية للنوايا الصينية فيما يتعلق بتايوان وبحر الصين الجنوبي؟ أهلا بك وبالسادة المشاهدين. الحقيقة هو ليس هناك مبالغة، نظرا لأن هناك بالفعل توترات قائمة بين الولايات المتحدة والصين فيما يتعلق بالنفوذ الصيني مع تايوان. الصين تعتبر أن تايوان لازالت علاقاتها بالصين علاقات لحمية وعلاقات قوية جدا لا ينبغي أن تتدخل فيها الولايات المتحدة، وليس ببعيد طبعا الاتفاقيات التي تم إجرامها بين الصين وبين الدول وجزر أخرى موجودة في المحيط الهادي لتعزيز نفوذ الصين في المنطقة ولردع أو محاولة ردع الولايات المتحدة أو أي دول غربية لدخول المنطقة التي تعتبرها الصين هي منطقة نفوذ لها. فالتدخل العسكري أو الرد العسكري هو أمر وارد، وتعتبر أن الصين تعتبر الصين أن المسألة ليست مستبعدة لما تقوم به الولايات المتحدة بالفعل في مواجهة روسيا على الجانب الآخر بالنسبة للأزمة الأوكرانية. فمن الوارد جدا التلويح بالقوة العسكرية الصينية نظرا لأن هناك خطوط حمراء تضعها الصين بالنسبة لمناطق نفوذها ومن أهمها منطقة تايوان. وفي المقابل هناك ما يسمى ربما يسمى الحرب الباردة فيما بين الولايات المتحدة والصين في منطقة المحيط الهادي وفي منطقة تايوان، والزيارات التي يمكن أن تحدث على غرار مثلا الزيارة الخاصة ببيلوسي هي زيارة بالنسبة للصين زيارة استفزازية، نظرا لأن الديمقراطيين وهم يتولون الحكم حاليا وبيلوسي من بينهم يعبرون عن موقف أمريكي في مواجهة الصين، فالصين ترد بالرد التي تراه مناسبا أن من الممكن. نعم. هذا الرد المتوقع، يعني نحن زيارة نانسي بيلوسي إلى تايوان والتي وصفها الرئيس الأمريكي جو بايدن بأنها غير ضرورية، لماذا تلجأ الولايات المتحدة إلى هذا التصعيد؟ هذا عمل تصعيدي واستفزازي كما ذكرت. تعبر مثل هذه المواقف في تقديري عن التنسيق الذي يتم في داخل الكونغرس فيما يخص المواقف الخارجية والسياسة الخارجية الأمريكية. الديمقراطيون يحاولون التعبير عن يعني رؤيتهم بالنسبة للإدارة الأمريكية، ومن وراء بايدن كل الديمقراطيين وفي داخل الكونغرس أجنحة حادة ويسارية وتناصب الصين العداء بشكل مباشر وبشكل قوي. ومن بين أساليب التعبير عن هذه التوجهات القيام ببعض الزيارات سواء من جانب بعض أعضاء مجلس الشيوخ أو من جانب أعضاء في الحكومة وفي الإدارة. نعم، هل يأخذ الرئيس بايدن بنصيحة هنري كيسنجر وأن يسير على خطى ريتشارد نيكسون، أم الوضع مختلف عما كانت عليه الأمور في السبعينات ولابد من وضع محددات جديدة للعلاقة مع الصين؟ هناك تشابه كبير فيما كان يحدث في فترة السبعينيات ومن قبلها الستينيات، فترة الحرب الباردة في ذروتها فيما بين الولايات المتحدة والقوى الكبرى في العالم ومن بينها الصين ومن بينها روسيا والتي كانت الاتحاد السوفيتي في السابق، وبين ما يحدث اليوم. يعني اليوم هناك تكتلات جديدة تحدث في العالم بسبب الأزمة الأوكرانية وبسبب التوترات الخاصة بما يخص مناطق النفوذ الصينية في المحيطين الهادي والهندي والحديثة الأزمة الأوكرانية. فالتكتلات هذه تعيد شكل أو ترتيب أو إعادة ترتيب المشهد العالمي ومشهد السياسة الخارجية العالمية، وبالتالي ستؤثر على التقديرات المواقف ومن ثم تكون هناك ردود الفعل. والولايات المتحدة تحاول أن تحافظ على هيبتها ومكانتها في العالم وأنها لا زالت القطب الأوحد، أو تحاول أن تقنع العالم أنها ما زالت هي القطب الأوحد في العالم ويمكنها تغييرات أو إجراء تغييرات في عدة مناطق من العالم رغم وجود معارضة لهذا التوجه بسبب وجود القوى الكبرى الموجودة حاليا مثل الصين ومثل روسيا ومثل يعني التكتلات الموجودة بالفعل
والتي يمكن أن تؤثر على شكل المشهد العالمي في الفترة القادمة. نعم، يعني كيسنجر ربما تابعت في حديثه الأسبوع الماضي مع رئيس تحرير وكالة بلومبرج، حذر بايدن من المواجهة مع الصين. هل يأخذ بايدن هذا التحذير على محمل الجد؟ هل يتعامل بطريقة مختلفة أم بهذه الأعمال الاستفزازية كزيارة نانسي بيلوسي يصعد الرئيس بايدن وربما يسعى إلى سيناريوهات مواجهة محتملة بقوة وبشدة مع الصين؟ لا يريد الرئيس جو بايدن مواجهة مباشرة مع الصين في هذه الفترة الصعبة من حكمه. هو ينتظر خلال شهور قليلة انتخابات في التجديد النصفي للكونغرس، وينتظر بعد أقل من عامين انتخابات الرئاسة القادمة، ويحاول الحفاظ على وجود الديمقراطيين في البيت الأبيض وفي الكونغرس أغلبية، وبالتالي سيفتح على نفسه أكثر من جبهة لو أنه أحدث مواجهة مباشرة مع الصين في ظل وجود الأزمة الأوكرانية والمواجهة مع روسيا بشكل أو بآخر. ولكن هو لا يستبعد الأخذ بآراء بعض مشايخ طبعا الدبلوماسيين مثل كيسنجر ومثل غيره، هو يفضل الاستماع إليهم بشكل جيد، ومن ثم لا يريد إجراء أي مواجهة مباشرة، ولكن في نفس الوقت يحاول الحفاظ على التوازن بين أن يلبي رغبة الديمقراطيين في الكونغرس من أن يضع حدود لنفوذ الصين في المناطق التي تحاول بسط نفوذها فيها، ومن ناحية أخرى لا يحاول القيام بمواجهة مباشرة، فهو في موقف صعب، يعني ربما يحاول الخروج منه بشكل أو بآخر عن طريق الدبلوماسية. نعم، أشكرك جزيل الشكر سيد أمير نبيل الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا من واشنطن.